جاهزية، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أخوانا، الرسالة دي لازم تصل إلى كل القيادات، إلى كل الأشخاص، تمام؟ أخوانا، اليوم أنا مشيت القنصلية السودانية أو السفارة السودانية هنا في السعودية، تمام؟ مشيت مع واحد، أوكي؟ دخلت معه جوا السفارة. هو كان قبل أيام جاء داير يجدد جوازه، ولقى اسمه محظور، تمام؟ هو أصلاً بس عشان هو من دارفور، تمام؟ هو ذاته من داعمي الحلول، أنا ما كلمته بإني أنا جاهزية، تمام؟ يعني كلامه كله بدم الحلول، ومشى هناك لقى اسمه محظور، تمام؟ وكده أنا ماشي معه، طبعاً هو راكي ما في سيارة، قاعد يتونس معي وراني الحاجة دي توالي، أنا برضو قلت يا أخي ما تدخل معه. دخلت معه السفارة، تمام؟ أقسم بالله دخلت معه السفارة، قابلنا الموظف، المهم اتكلم معه، قال لي يا أخي أنا ما عندي قضية بالدعم السريع، ولا أنا ذاتي فرحتي الدعم السريع، واو واو، المهم ليه اسمه محظور؟ قال الموظف حلف وقال أقسم بالله الآن الأسماء المحظورة بين راجل ومرأة 1,500,000، 1,500,000 في سوداني محظورين، العدد ده كبير، 1,500,000، 1,500,000 شخص ديل الناس المحظورين، تمام؟ يا أخواننا، يا القيادات، إلى متى موصلين الحكاية دي؟ إلى متى؟ ها؟ نمرة واحد استلمنا الإذاعة ما استفدنا من الإذاعة والتلفزيون، استلمنا الجوازات ما استفدنا من الجوازات، الآن كل حوادن، تمام؟ اللي يسموه حوادن الدعم السريع، الناس ديل 90% محظورين وجاري الحظر، تمام؟ ونحن لسه فاتحين الليلة الكلام ده سنة، أو الحرب دي الليلة عملت قريب لسنتين ولا سنة ونص، تمام؟ أنت كجاهزية ولا كقائد قوات الدعم السريع ولا كقائد في الدعم السريع، أنت ما أعرف إنك ناس تأمنك ومن حوادنك هم عايشين برا السودان، الناس ديل إقاماتهم ما تجدد، وجودهم في الدول اللي هم موجودين فيها إلا بواسطة اسمه جوازاتهم مجددة، بالذات الناس في الدول القليل، انتوا ما عارفين الكلام ده؟ طيب إلى متى كده؟ لا تشكيل حكومة، لا استفدنا من الجوازات، لا استفدنا من الاسم، من برج الاتصالات، استلمنا برج الاتصالات في مناطق سيطرتنا كله ما في اتصالات، استلمنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، استلمنا بنك السودان، تمام؟ أو سك العملة، الآن نحن في ندرة، في حصار في العملة، في النقد، إلى متى يا أخواننا، يا أخواننا، يا قياداتنا، والله 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 سلس، إذا ما رجعنا للشغل السياسي مع شغل العسكري ده، أقسم بالله العظيم هنفشل. نحن نجحنا في شغل العسكري، إيش ما أنا ليه موقفين الشغل السياسي؟ أنا دار أعرف المشكلة وين؟ يا أخي في ناس بيعانوا الليلة ده، في ناس جوازاته منتهية، إقاماته ما هتتجدد، والنظام الخليجي أكثر دول الخليج هيرحلوك، وإذا رحل ما بيعرفوا لك أنت هادن بتاع دعم سريع ولا بتاع جيش، قبضوك إقامتك منتهية، بيرحلوك وين؟ يدوك بورسودان وين؟ عند الفلول، أكثر من 80 ولا 40 نفر أنا بعرفه أنا دل رحلهم ليوم الليلة لا وصلوا ولا اسمين خبرهم. إلى متى يا قياداتنا؟ إلى متى يا جاهزية؟ إلى متى؟ يا أخي كون حكومة،
كونوا حكومة يا أخي، إن شاء الله الحكومة دي تشتغل داخل الولايات المسيطرين عليها، وأرسلوا سفراءكم لكل الدول. أنا ما أعرف الطباط ده إلى متى، أنا ما أعرف المشكلة وين، ما القيادات دي ما تتكون على الحكومة. الواحد يتكلم يقولوا القيادات عارفة شقارة شو. يا أخوانا الحرب دي انتصارة ما ميدانية وبس، سياسيا وميدانيا، مدنيا وعسكريا. انت بتحارب واستلمت وسيطرت على ولايات، الولايات دي انت بتحاول تأمنها اقتصاديا، اقتصاديا اجتماعيا امنيا، تمام، عشان باقي الولايات تحس بانه هي قد يتدعم السرير غيري حقيقي. النادي هو ده استلم ولايات، الان النت متوفر، الصله الاقتصاديه متوفر، النقد متوفر، الامن متوفر. الى متى الى متى؟ اقسم بالله الفلول للكون وبس، يعني كده انت عشان تحرر ولايه هم يقروا ولا يخافوا يوقعوا سلام؟ ما في نازل ما بيوقعوا سلام، لانه عارفين لو وقعوا سلام ده نهايتهم وده نهايه دوله 56. يا اخواننا يا قياداتنا يا قياداتنا كونوا لنا حكومه، تمام، ولا ما في كفاءات؟ يعني ما في كفاءات بيشتغلوا في الجوازات؟ ما في كفاءات بيشغلوا الاذاعه والتلفزيون قنوات دي؟ ما في يعني ولا كيف؟ انا داير اعرف المليون و500 ديل كلهم هادين بريئين ما عارفين نفسهم. ترى واحد يجي سفارك يلقى نفسه محظور، انا ده من ضمنهم اسمي محظور 100%. ما دار الاثنين ثلاثه، انا ده اللي بيتكلم في الرسائل اقسم بالله اسمي محظور 100%، ما دار الاثنين ولا ثلاثه اسمي محظور، لانه من قبله كم بلبوسي كم بتاع منجي دخل علي قال لي جوازك ده اللي تجدده في راسك، ما حد ما هيجدد لك، تمام. وانا مما سميت بالعدد ده انا خلاص ضمنت باني جوازي محظور، جوازي لو انتهى بعد سنه ونص ما هيتجدد. ما انا براي الاف ملايين الناس، الى متى الرساله دي وصلوها؟ الرساله دي وصلوها لاكبر عدد، لاكبر عدد في القيادات. يا اخي ما ممكن يا جماعه، يا اخي كونوا لنا حكومه يا اخي، ما اعرف التباطؤ ده الى متى. السلام عليكم شعب السودان، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه، ربنا يتم الصحه عليكم، ربنا يحفظكم اينما كنتم، ربنا يوفقكم في كل خطوه تخطوه، ترجو امنين خالمين الى سوداننا الابيض. عبركم خلينا ارسل رساله لكل اسره سودانيه فقدت فرد من افراد العائله، لكل اسره سودانيه الان هي موجوده خارج السودان، ان شاء الله ربنا يرحم موتانا، ربنا يرحم موتاكم وشهدانا وشهداكم، ويشفي جرحانا وجرحاكم، وعودة حميدة للمفقودين يا رب العالمين. طبعا أنا من شدة الحناء جواي ما قادر أكمل الفيديو وما قادر أكمل المقطع الصوتي صراحة. الحكومة أو الجيش السوداني هو جيش مؤسسة، والمؤسسة هي واحدة من مؤسسات الدولة. فإذا كان أنت يا المخ قافل يا ما أعرف كوأك من بوأك جيت مبارك ودار تحكم السودان ودار تستولى للسودان شعبا وأرضا بين ليلة وضحاها، فكلام ده مستحيل يا حبيبنا. أقول ما بخش، والجناح السياسي بتاعكم القهد اللهم ناس الحرية والتخيير ركبوكم أكبر زود في العالم. بعد ده المشكلة في قيادتكم، المشكلة ما فيكم انتوا، المشكلة ما في قيادتكم، المشكلة في الحوادث اللي هم الناس المدعين بانهم دعم السريع. فالان والله تشرب ما تروى، الناس زي ما قالوا هم يدهم طويلة ونفسهم طويلة، نحن كجيش سوداني كشعب سوداني نفسنا طويلة ويدنا طويل، يعني المعارك والاحداث دي ما بنتهي في سنة ولا سنتين، نحن خدتينه ماكسيمم 3 or 5 years، يعني خدتينه ماكسيمم كده 3 إلى 4 سنين. في الفترة دي انتم ما هتقدروا، والانسان اللي هو قاعد او الدويل اللي هو قاعد يعمل لكم سبورت او قاعد يدعمكم ما هيقدر يستمر يدعمك لمدة 4 سنة ولا 5 سنة، في النهاية انت معصورة راكبين.
وتحية للجيش السوداني والتحية للشعب السوداني والتحية كبيرة جدا لقوى المشتركة في الفاشل. تحياتنا من هنا إن شاء الله يصلكم يا رب العالمين. ويا شعب السوداني، الناس توأى بقضيتها، الناس تقف خلف قوات المسلح، الناس تدعم بكل ما تملك الجيش السوداني والقوى المشتركة، لأنهم العمود الفقري للسودان الآن، وبهم نحن سوف ننتصر في هذه المعركة وسوف نعبر بسوداننا إلى بر الأمان. وأنا مؤمن بالقضية ده، ومجموعة كبيرة جدا من الشعب السوداني، 95% من الشعب السوداني مؤمن بالقضية ده، 2% اللي هي شوائب برضو ما علينا فيجوا يندموا عليه لأنهم خائبين الوعي وانخشوا يعني. لكن نحن كشعب سوداني كلنا ال 40 مليون ولا 48 مليون ده هم خلف قواتهم المسلحة وهو المشتركة، وسوف ننتصر في هذه الأحداث وسوف ننتصر في هذه المعركة ونطلع به إلى بر للأمان بإذن الله. فصلواتكم ودعواتكم لقواتنا المسلحة أينما حلوا أينما نزلوا، ربنا يحفظهم. الآن في تقدم كبير جدا من قواتنا المسلحة والقوى المشتركة في كافة المحاور، سواء كانوا في الجزيرة، سواء كانوا في المناجز، سواء كانوا في سنار، سواء كانوا في سوكي، سواء كانوا في جبل مويا. صراحة في تقدم كبير جدا، وده واجب وطني، وأيضا في شمال بحري وبحري وفي كل المناطق بتاع السيطرة في دارفور الفاشل السلطان فاشل الصمود، في تقدم كبير جدا. ودي واحدة من أزمة القوات المسلحة، ودي واحدة من أزمة القوى المشتركة. واجبهم بأنه يا أخي يدافعوا عن الوطن ويحموا الأرض ويحموا الإرض يعني. فربنا يوفقكم، دعوات الشعب السوداني لكم، صلوات الشعب السوداني لكم، ربنا يحفظكم في كل خطوة تخطو يا رب العالمين. والنصر من حليف قواتنا المسلحة، ونحن مؤمنين بالقضية على هذا الأساس دائما بنصلي لقواتنا المسلحة، بندعي لقواتنا المسلحة سوف ننتصر في هذه المعركة بإذن الله. فأنت إذا وصلت لحد هنا، شيرك واجب وطني، لايكك واجب وطني، اشتراكك في القناة واجب وطني، فاشترك في القناة وخلي الفيديو يتصل لأكبر عدد ممكن علشان نوصل الكلام اللي هو الململة بتاع الجنجويد الآن إلى كل العالم أو إلى كل الشعب السوداني يعرف حقيقتهم. وإن شاء الله نصر من حليف قواتنا المسلحة، النصر من حليف الشعب السوداني، النصر خادم والنصر آت إن شاء الله، لأنه التقدم وال انتصارات الجيش السوداني والشعب السوداني هو ولد فينا الأمل. ونحن مؤمنين بما إنه يا أخي طال أمد الحرب، لكن نحن مؤمنين بأنه سيأتي يوم وننتصر بقواتنا المسلحة وبقوة المشتركة، ونرفع علمنا فوق، ونرفع تحية لكل قاداتنا ولكل إنسان له حب الوطن وقضية وآر، لكل إنسان وقف ضد الشعب السوداني. التحية ده وصوله لقوات المسلحة، التحية ده وصوله للقوى المشتركة، التحية ده وصوله للشعب السوداني. فدمتم ودام سوداننا بألف خير محباتي.